زي برضو احنا بالشعر كنا بالشعر في لاين كينج قعدنا شخصية تيمون ده ندور عليها لحد خلاص ديدلاين لازم يختاروا اي حد. فالاستاذ المخرج عصام السيد قال نجرب هنيتي. فيش جات الموافقة بعدها بخمس دقايق. كان فين من زمان؟ طبعا لا. عمل شغل هنيدي هايل 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 يعني. وبعدين انت لما تيجي تشوف الشخصية تيمون هي شخصية هنيدي لايقة على هنيدي. هايل هايل. اللي غنى الافتتاحية بتاعت لاين كينج نينا. ونينا دنماركية بس تتكلم عربي كويس قوي بعد ما اتجوزت يعني. فهم دولت اللي وافقوا عليها في ديزني. وديزني ما بتخليناش نشتغل كده من غير اما نعملهم فويس تيست لكل الناس.